لا تكاد تخلو حياتنا اليومية من مشاهد مختلفة من الأخطار والكوارث التي تحدث بشكل شبه يومي حول العالم، ومعها يزداد ويتعاظم الدور الكبير الذي تبذله أجهزة الدفاع المدني والجهود العظيمة والمتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من هذه المخاطر والتقليل من الآثار المأساوية التي تنجم عنها. وتقديرا لكل تلك الجهود والدور الكبير، أقرت الجمعية العامة في الأمم المتحدة الأول من مارس من كل عام يوما دوليا للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني. العامة للدفاع المدني والإسعاف تلعب دور كبير في نشر رسالة التوعية، رسالة الأمان والسلامة في المجتمع، الأمان في المنزل، الأمان في الطريق، الأمان في المنشآت، الأمان في المصانع، الأمان في كل وسائل المجتمع. شعار اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام جاء تحت عنوان الدفاع المدني، التكنولوجيا الحديثة والإعلام ودورها في الدفاع المدني. احتفال مراكز الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسندم جاء فرصة لتقديم عروض ميدانية للمواطنين لمختلف العمليات والخدمات التي تقدمها المراكز في المحافظة، كالتعامل مع الحوادث المرورية المختلفة وكذلك عمليات الإنقاذ البحري، كما تم استعراض بعض المركبات والآليات المستخدمة في هذه العمليات، وأيضا المعرض المصاحب والذي شارك من خلاله العديد من الجهات المتعاونة والمساندة لدور الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف. تقديم مختلف الخدمات التي يوفروها لنا، استجابتهم، سرعة الاستجابة للحالات الموجودة معانا الطارئة، سواء كانت حتى الحوادث الموجودة معانا كحوادث الطرق، استجابة فعلا، إحضار المريض إلى المؤسسة الصحية بالطريقة الصحيحة. هذه عدة كثير من الأمور اللي لامسنا فيها تطورا ملموسا من ناحية خدمات الدفاع المدني. جاء الاحتفال هذا العام تحت شعار الدفاع المدني وتكنولوجيا المعلومات الحديثة والإعلام، وذلك بهدف ربط التطور والتحديث في مختلف مناحي الحياة من التطور والتوسع العمراني وازدياد المرافق العمرانية والصناعية، بضرورة توظيف التقنيات الحديثة واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجالات الإطفاء والإنقاذ والتوعية والتحقق من اشتراطات السلامة العامة. تطوير على مستوى الأفراد والتدريب يواكبه تطور آخر على مستوى الآليات والمعدات. كل هذه الجهود تبذلها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في سبيل تقديم كافة الخدمات لجميع شرائح المجتمع. نجم بن عبد الله الشحي من ولاية خصب، محافظة مسندم.